مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سلام الكويت عبر شاشة قناة الكوت الفضائية قبل أن نبدأ في حوارنا في فقرتنا الأولى من حلقة الليلة في مؤتمر يقام بالكويت راح يختتم أعتقد يوم الأربعاء الجاي بعد باكر يهتم بموضوع المياه على المستوى الخليجي ويمكن إحنا بالكويت من اللي نعاني من موضوع الصرف بالمياه عندنا. والدليل لما يتكلمون عن النسب العالمية يعني يقول لك على مستوى العالم استهلاك الفرد من المياه تقريبا 200 متر مكعب أو كذي بالسنة يعني وعندنا سبحان الله يعني 700 700 متر مكعب أو ما أدري الوصف مال صرف المياه يعني إحنا تقريبا الضعفين وزيادة ضعفين ونص عن الفرد اللي في دول العالم الأخرى فهذا اكيد يبين مدى الاسراف اللي موجود عندنا في صرف الماء والتسيب عند بعض الناس يمكن في ما نقول دائما احنا يمكن نقط اللوم على الخدم تسيبون يصبون ماي برا بالشارع ولا غير الخدم وغير الخدم بعد هم بعد في ناس قاعد يعني يصرفون الماي بطريقه في اسراف كبير واحنا مثل ما تدرون محطات ماي تحليه من البحر يعني ما عندنا انهار ولا عندنا آه عيون ماي آه تروي الناس فيا ريت اذا يصير دائما يعني هذا الكلام نقوله عن موضوع آه تقنين من آه صرف المياه بالذات يعني مياهنا ما شاء الله صالحه للشرب تجي لك اللي نغسل فيها السياره نغسل فيها البيت نغسل فيها كل شيء ونتسبح فيها مو نفس بعض الناس يمكن او بعض الدول اللي مو حتى الماء يشربونه فنحمد الله على النعم اللي موجوده عندنا واكيد دائما نقول الاسراف حتى دينيا وشرعيا مرفوض فنتمنى يعني حتى هذا المؤتمر انه ياتي بشيء ممكن يفيد المواطن ويفيد الكويت من ناحيه صرف المياه. تحت رعايه وزاره معالي وزير التربيه والتعليم العالي الدكتور احمد المليفي نظمت كليه الدراسات التكنولوجيه التابعه للهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع مركز ابن الهيثم ملتقى العلوم والتكنولوجيا والهندسه للعام الثالث على التوالي. و هذا الملتقى بالفتره من 7 الى 10 ابريل 2014 في قاعه السمنار بالمجتمع بالمجمع التكنولوجي بالشويخ وعن اهداف الملتقى ورؤيته في تطوير التعليم معنا اليوم الدكتور عبد العزيز النجار عميد كليه الدراسات التكنولوجيه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب مساك الله بالخير دكتور. الله بالخير والنور والسرور. وأيضا معانا الدكتور وليد الرفاعي عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقي مساك الله بالخير دكتور وليد حياك الله بداية قبل أن ندش في حوارنا معكم دكتور وليد وأيضا دكتور عبدالعزيز عندنا لقطات كانت لهذا الملتقى خلينا نشوفها ونرجع إلى ضيوفنا بنت مشروع ستيم فنظمت بالتنسيق مع مركز ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمه ملتقى ستيم الاول وستيم الثاني وها نحن اليوم نفتتح الملتقى ستيم الثالث تاكيدا على اهتمامنا والتزامنا بدورنا بتعليم وتدريب مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسه والمهارات الانسانيه والرياضيات لنقدم لسوق العمل مخرجات تساهم في تنميه وتطوير مجتمعها ياتي ملتقى العلوم والتكنولوجيا هذا العام ثمره جهد مشترك وتعاون راق ومنظم مع مركز ابن الهيثم ومركز صباح الاحمد للموهبه والابداع ومؤسسه الكويت للبترول ووزاره التربيه وكليه الدراسات التكنولوجيه تسعد بهذا اللقاء وتتشرف بانضمام صديق وحليف ثالث هو مؤسسه الكويت للبترول. الاخوه والاخوات المشاركون في اللقاء حرصنا في هذا المنطقة على ان نركز على ورش العمل والتدريب التطبيقي ليكون اليوم الاول لاعضاء هيئه التدريب والتدريس والثاني لسوق العمل والثالث لطلابنا ما شفنا هذه لقطات من هذا الملتقى اللي كان اليوم في الساعه العاشره صباحا يوم الاثنين، دكتور عبد العزيز بدايه يمكن هذا الملتقى الثالث، اذا حبينا نعرف الملتقى الاول والملتقى الثاني هل حققوا الاهداف المرجوه لاقامه هذا الملتقى؟ واليوم احنا قاعد نشوف هذا الملتقى الثالث. اولا شكرا على استضافتكم الكريمه واهتمامكم وانت بديت في موضوع الحقيقه يعني مهم جدا في قضيه المياه اسراف المياه اي و... 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 قضيه حقيقه ايضا يعني جوهريه فيعني اهتمام برنامج برامجكم يعني في مثل هذه المساله أنا اعتقد انها قضايا يعني مسائل مهمه جدا احنا يعني في وسائل الاعلام نحتاج الى مثل هذا الامر في قضيه التنبيه والتوعيه قضية الإرشاد أن يسير الإعلام في اتجاه فعلا إلى تقرير بعض العادات والثقافات لندخل إلى مجتمعنا ثقافات الحقيقة متميزة من من شعوب أخرى وإن كان الحقيقة هي كانت يعني من ميزات شعوبنا يعني شعبنا او امتنا العربيه والاسلاميه في قضيه الاقتصاد في في في, في الماء وغيرها من الامور دكتور عودا أساسي على بد... اساسيات الاعلام إيه؟ ان انت توصل الشيء اللي ينهض بالبلد آه هذا كلام سيء ما تجيب الشيء السيء او الشيء اللي ممكن يخرب نعم دي. ممكن. هذا يعني نشكركم الحقيقه يعني يعني آه. آه من علامات انا اعتقد است يعني استمرار استمرار برنامج ما او مؤتمر ما هذا دليل نجاحه او دائما البرامج التي لا تستمر يعني معناته ان ما ادت الدوره انا اعتقد احد يعني من الاشارات والدلائل على نجاح يعني ملتقيات ستيم انه استمر للمره الثالثه وكل مره عن مره يعني مثل ما نقول يقدم في امر جديد دعني ابدا في الـ يعني الـ القول او اعود مره ثانيه واتكلم عن ما معنى ستيم <applause> ماذا نقصد في كلمة استيم؟ استيم هي باللغة الاختصار لكلمات باللغة الإنجليزية تعني ساينس وتكنولوجي وإنجنييرينج وآرت وماث. هذه العلوم هي العلوم الأساسية التي تنظر لها كل أمة تريد أن تنهض وتصل إلى مرتقى كبير سواء في في قيادة الأمة ثقافياً او حتى اقتصاديا وماليا نعم. ان اردنا في الكويت ان ننهض اقتصاديا فعلينا بالعلوم والهندسه والتكنولوجيا وان اردنا ان ننهض ثقافيا فعلينا ان يعني نهتم بالعلوم والتكنولوجيا ونهتم بالهندسه والارت والفنون و... فهذا امر الحقيقه مهم فاذا احنا عرفنا يعني المعنى العام لموضوع الستيم نعم. ما الهدف منه وهذا سؤال الحقيقة أساسي وجوهري في نفس الوقت الحقيقة الأمم المتقدمة وراح أضرب مثالين الولايات المتحدة الأمريكية أحست أنها على يعني يعني خطر كبير لوجود أنه نسبة قليلة من خريجي التعليم العام يعني خلينا نقول مثلا الخريجين الثانويه العامه. <applause> نعم. اتجاهاتهم ليست اتجاه في مجال التكنولوجيا والهندسه والعلوم. نعم. شنو يعني؟ انه انت بذلك إن هو المخرجات ليست لها مهارات اللي يعني تساهم في التنميه في مجال العلوم والهندسه والتكنولوجيا. وهم هذا تخصصهم يعني هم هذا اللي يبونه انا اللي اقصد, أقصد, أقصد. ان اي امه اي امه تريد ان تنهض. يعني وتسيد وتكون يعني قائدة في الاستكشاف والابتكار يجب من أن تهتم في جوانب العلم والعلوم التكنولوجيا يعني هذه قضية صحيح. يعني مهمة جدا فهم حسوا في هذا الخطر لذلك بدأوا أهل الاقتصاد يقولون يا تعليم يا العامل عندكم ترى مخرجاتكم الحقيقة ليست بالمستوى اللي احنا نحتاجه نعم فرتبوا اموركم يا جماعه خلوا خريجيكم عندهم مهارات في العلوم، عندهم مهارات في التكنولوجيا، عندهم مهارات في الهندسه، عندهم مهارات في شنو؟ في الرياضيات، يعني يكون عندهم هذه قضايا الحقيقه يعني اساسيه. فذكر احد في احد الاجتماعات الرئيس الولايات المتحده اوباما شنو قال؟ قال اذا اردنا ان نستمر كامه تقود في مجال استكشاف والابتكار علينا علي اذا اردنا ان نقول غدا علينا اليوم ان نهتم في قضيه التعليم وخاصه تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسه هذا مثال اللي انا تكلمنا في في امريكا وعقد مؤتمر عملته اليو اس نيوز في في اكتوبر 2012 وكان في قيادات اللي حاضره قيادات كبيره وجابوا من الشخصيات اللي احنا نقول احنا الجذابه نعم آه وهو آه لاعب كره السله المشهور في الليكرز اللي هو كان آه عبد الكريم آه بار وهذا مشهور يعني كلاعب كره سله نعم. يعني عالم عشان يعني يخاطب الناس اللي موجودين يحفزهم يعني يعني. على هذه نعم. المساله هذا المثلة. المثال الاخر كوريا كوريا الجنوبيه يعني في الستينات هي افقر من كينيا في الستينات ولاحظ ترى بالكويت احنا بدات الطفره عندنا في الستينات. صح. زين. طالع احنا وين وصلنا؟ طالع هم وين وصلوا. الآن يعني آه لما يعني من خلينا نقول احنا من آه ثمان تسع سنوات لما تقول انا بشتري سيارة هونداي. زين. يقولون سيارة هونداي نقط نقط نقط. صح. تمام؟ الآن تعال روح اشتري سيارة هونداي. صح. هي تعتبر من السيارات ال... زين الشركات الكبرى في العالم هونداي عندك ال جي عندك سامسونج. قزت الحقيقه السوق بكبر بشكل انت الان لما تتكلم عن عن التليفونات الذكيه هتجد ان هو المنتجات الكوريا الجنوبيه تنافس منتجات الحقيقه الرائده هو دكتور الاهتمام بالتعليم بشكل عام يعني خصوصا موضوع التكنولوجيا يعني وايد مهم للدول بالذات احنا اليوم لما نشوف تركيا مثلا تركيا لاول مره بتاريخها تفوق ميزانيه وزاره التربيه وزاره الدفاع لهالدرجه الدرجه شوف الاهتمام بالتعليم مارك انا مارك. ودي بعد دكتور آه وليد يعني نشركك معانا من خلال الحوار آه اذا تكلمنا عن الملتقى الثالث يمكن اخذنا شوي نبدا من الدكتور عبد العزيز لكن نبي هذا الملتقى الثالث ما الذي يميز الملتقى الثالث عن الاول والثاني في هذه السنه بسم الله الرحمن الرحيم آه بالنسبه للملتقى الثالث طبعا آه خلينا ارجع بس خطوه الى الملتقى الاول نعم. اللي احنا اهتمينا طبعا بتعليم العلوم كبدايه بالنسبه للملتقى الاول آه كان طبعا حليفنا مركز ابن الهيثم للتعليم آه للتدريب اثناء الخدمه في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي نعم. في ستيم 2 شويه توسعنا صار عندنا آه طموح اكثر صار عندنا يعني الفكره تبلورت اكثر فتم انشاء ستيم نتورك في آه يعني في الفيرجن 2 اللي هو ستيم 2 تم انشاء ستيم نتورك طبعا آه نعم. بوجود آه آه جهات آه داعمه في ذاك الوقت أه وايضا استقطبنا أه يعني أه علماء من من خارج الكويت وايضا كانت من داخل الكويت تكلمنا عن الالكترونيك ليرنينج تكلمنا عن انجينيرنج ابلكيشنز باي كمبيوترز يعني تكلمنا عن تطبيقات الحاسوب طبعا بالنسبه للهندسيه <applause> أه لما دشينا في ستيم ثلاثه أه لا ها ايضا توسعنا اكثر أه الناس تحمست أه ال فدخل دخل معنا حليف جديد اللي هو قطاع الصناعه، حبينا احنا شاركنا قطاع الصناعه بدنا يعني يعرف ما هو ستيم ما هو طلبات ستيم مفهوم ستيم وفكرته والحمد لله يعني مؤسسه البترول الكويتيه عملنا معاهم لقاءات وشرحنا فكره ستيم وتحمسوا للموضوع وكان طبعا دش معنا من ضمن قطاع الصناعه كحليف هذه المره الاولى اللي شاركوا معاكم نعم كحليف بالنسبه لقطاع الصناعه المتمثل في الكي بي سي اول مره يشارك معنا كداعم وكمشارك ايضا في ستيم ثلاثة. نعم، دكتور وليد شنو برامج التدريب اللي يهتم فيها الملتقى الثالث في تنميه المهارات التعليميه؟ احنا طبعا ركزنا على ورش العمل. يعني كبرنامج في في ملتقى ستيم ركزنا اكثر على كيف نعلم اولادنا العلوم والتكنولوجيا والهندسه وفي نفس الوقت كيف نؤهل او نرفع من قدرات اعضاء هيئه التدريس والتدريب في كيفيه تعليم العلوم هذه بالنسبه لطلبتنا. نعم. فكان يعني الاتجاه ان احنا نشوف اولادنا كيف نعلمهم العلوم هذه وكذلك نؤهل من اعضاء هيئه التدريس والتدريب في تعليم العلوم نفسها لان الموضوع يحتاج الى جهد وتدريب يعني الموضوع ما هو ما هو بدك السهوله اللي نعم. دكتور عبد العزيز اذا يعني وانت عميد آه لكليه آه وكليه مهمه جدا وهي كليه دراسات تكنولوجيا، شنو يعني دور الكليه اليوم حتى في آه يمكن الدكتور آه وليد تكلم عن دور الملتقى في تطوير آه المدرسين، ايضا نبي دور الكليه بشكل عام في تطوير المدرسين، بالذات اليوم احنا لما نتكلم دائما يعني حتى لما يكون معنا ضيوف من خلال برنامج تربويين او مهتمين، يتكلمون عن ضعف التدريس اليوم عندنا محتاجينه في الكويت. شنو دوركم ككليه في تهيئه المدرسين وايضا تطوير مهاراتهم؟ نعم. أه الحقيقه كليه الدراسات التكنولوجيه أه منذ فتره الحقيقه طويله احنا نتكلم فوق الاربع سنوات بدينا يعني نتعاون مع أه يعني جمعيات المجتمع المدني وخاصه أه جمعيه المعلمين في فتره من الفترات أه الجمعيه الكيميائيه الكويتيه وعملنا الحقيقه ورش عمل ودورات لتنمية المعلمين في وزارة التربية م. يعني كنا نأتي مثلاً بعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في من وزارة التربية ثم نطرح برامج اللي هي الإبداع في تعليم الكيمياء كبداية معهم لأن كان كان اللي مشارك في الحقيقة بقوة هو الجمعية الكيميائية الكويتية. نعم وكنا الحقيقه حريصين على امر معين ومهم جدا انه اذا اردت ان تنجح في العمليه التربويه فهناك عده امور يجب ان تهتم لها. العمود الرئيسي في هذا الامر هو المعلم. ان ان اردت ان تنجح في التعليم فعليك ان تعد المعلم الحقيقه المتميز صح هو اللي يستطيع فعلا أن, ان 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 يوصل الرساله بشكل جيد يعطي القدوه للاطفال، انا اذكر يعني مثلا يعني عيالي يعني يوني مره وقالوا لي والله المدرسه شرحت لنا الوضع الفلاني يعني في في مسائل الكيمياء. زين قلت <applause> لهم غلط. قالوا يبا هاي المدرسه تخصصي كيمياء يعني يعني فاقصد حتى الطفل يعني ينظر الى المعلم نظره تختلف تمام <applause> يعني انه هو انه هو المعلم هو 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 الصح يعني. صح فنقصد انه اعداد المعلم حقيقه هي قضيه مهمه فاحنا في في الكل في هذه القضيه فعملنا دورات عملنا ورش عمل ولازلنا يعني ستيم واحد كان جزء كبير منه هو من المعلمين في وزاره التربيه ستيم 2 اشركنا اعضاء التدريب واعضاء اعضاء التدريس في في الهيئه في الهيئه العامه التطبيقي والتدريب في كل كلياته ومعاهده حلو. واشركنا معنا وزاره التربيه يعني وزاره التربيه في في ستيم واحد واثنين وثلاثه دائما موجودين. فنقصد الان الجانب الرئيسي احنا في كيفيه ان فعلا نساهم في يعني صقل يعني المعلم هذه ناحيه. الناحيه الاخرى ان الان عندنا اقتراح كبير يعني مثل ما قال الدكتور وليد الرفاعي ابو هاشم انه هو احنا في ستيم 1 ركزنا على السينس على على العلوم ثم انتقلنا بعد ذلك وعملنا شبكه اللي هو احنا نسميها شبكه ستيم، واشركنا معانا مركز صباح الاحمد للموهبه والابداع. وكان نتيجه هذا الامر انهم عندهم فصول الموهبه والابداع، عملنا معاهم برنامج ستيم، احنا قاعد ندرب يعني الطلاب في ورش عمل يومين في الاسبوع طلع. على برنامج ستيم، واحد للط... للط... للذكور، واحد لل... للاناث. شيء عجيب يعني. فنقصد احنا اللي نبي نوصله حق يعني المعلمين ونوصله حق اللي هم اصحاب القرار انه اذا اردت ان 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 يعني تحدث تغير نوعي في عمليه التعليم عليك بامرين، الامر الاول اللي هو اعداد المعلم اعداد جيد. <applause> ما كل واحد يصلح لعمليه التعليم. صح. آه، تمام؟ ولا كل واحد يصلح للطب، ولا كل واحد يصلح <applause> للنجاره. صح. يعني ها؟ ينفع لو خ... لو يقعد خبره 10 سنوات 15 يحتاج ما دا دائما, م... الى تطوير اكو 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 شيء يسمونه النجاح دائما يحتاج الى جناحين، الجناح الاول هو الرغبه يعني اذا اذا المعلم الموجود عندنا ما عنده رغبه للتعليم جاي مثلا لاي سبب لسبب مالي لسبب اجتماعي لسبب كذا وهذا موجود يعني هنا ما يقبل ما يكون الناتج قوي لانه ما جاي عن رقبة يعني غير لما انت تجيب المعلم اللي عنده رغبه يبي يتعلم فلذلك تلقاه يجتهد انا اعرف معلمين الحقيقه الابداع عندهم رهيب يعني يعني من يعمل من لا شيء شيء صح ويبدع ويخلي الاطفال اللي معاه ايضا يكتشف فيهم المواهب احنا نبي هذا المعلم نعد الاعداد الحقيقه الجيد الامر الاخر ان احنا لازم نغير التق... التعليم التقليدي اللي موجود عندنا الى انا ودي عند النقطه إيه؟ هذه تغيير التعليم التقليدي ناخذها بعد الفاصل اي تفضل عندنا فاصل وبعد الفاصل نتواصل مع الحوار خليكم دكتور عبد العزيز يعني قبل الفاصل كنت أتكلم عن شغلتين لازم يعني الاولى تهيئه المدرس نفسه او المعلم وقاطعتك على الشغله الثانيه عشان الفاصل ايه الله يحفظك الامر الاخر احنا قلنا يكون نظام يعني طريقه التعليم نظام التعليم ليس نظام التقليدي يعني يجب لا. ان يكون نظام فعال نظام مبدع خلنا اقول لك احنا بالنسبه لنا يعني شو اللي احنا نعطيه للمعلم احنا نقول له اذا انت اردت أن, تعلم الطفل امر ما في في العلوم فانت تشرح الجانب النظري لكن ما تستمر في شرحه طول قول له والله الفكره الرئيسيه كذا يعني احنا الان في ورش العمل عندنا شو نسوي؟ نجيب الفكره الرئيسيه مثلا احنا نتكلم عن المغناطيس تمام؟ كفكره شنو المغناطيس؟ وين نلقى احنا المغناطيس في حياتنا؟ ها شوف الطرح يعني، واحد يقول لك والله نلقاه بالثلاجة اللي نعلق عليها الأوراق، هذا صحيح وبعد ما واحد يقول لك نلقاه في البطاقة بطاقة هذا اسمه الكينت وما الكينت و... تمام بعد وين تلقاه؟ يبتدون يتكلمون في هذه القضية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المغناطيس التجاذب والتنافر بين أطراف المغناطيس إذا كان شمال شمال أو جنوب جنوب تنافر أو العكس تمام زين وبعد ذلك لا ممكن احنا نولد مجال مغناطيسي من خلال التيار الكهربائي بطريقه ما فانت اعطيت الطفل هاي ما تاخذ منك يعني بتاع يمكن ثمان عشر عشر دقائق بعدين تدخل ندخل في قضيه التطبيق زي شنو قضيه التطبيق؟ لو قلنا احنا الان الناس الان على المستوى العام يستخدمون المغناطيس في عمليه اللي هي يسمونها القطارات اللي, تعمل على اللي هو شو المغناطيس زين زين فاني نجيب المغناطيس ونجيبهم والكت الموجوده يبتدي الطفل يركب طبعا اللاين مال القطار على شكل طبعا مغناطيس وكذا ونركب بعدين القطار بشكل طبعا مبسط حلو وبعدين اللي حصل انك انت المغناطيس تنافر تنافر شو يصير في شو يصير بينهم تنافر يصير القطار يرتفع فوق ما ما صار الان القطار على 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 سكه حديد او كذا صح انما هو بينه في قضيه تنافر ثم تصير عمليه الدفع الموجوده فاذا الطفل عرف شنو هو المغناطيس في جوانب العلميه عرف وين تطبيقاتها في 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 الحياه ثم بعد ذلك طبقها على نموذج موجود فاخذ السينس وعرف التكنولوجي وكمه... كهندسه عملها هو وفيها قياسات ممكن تقيس بالطول بالعرض النسبة استفاد وصلت المعلومه بطريقه بسيطه ممتعة. بس. ممتعه ممتعه انت لو تشوف الاطوال اللي عندنا في يعني ابو هاشم حتى يعني شاركنا في هذا الموضوع نعم. المتعه اللي يجيها الطفل ما عمرهم غابوا يعني احنا نجيبهم ترى ورا المدرسه يعني نشاط اثرائي بالنسبه نعم. للطفل نجيبهم الاطفال يعني مستمتعين في انه هو ما تشوف واحد قايب الا لسبب قهري يعني منع من الحضور مرض او غيره أو هذا اللي يحبهم هذا زين لو هذا البرامج الاثرائيه في الافكار العلميه هذه حولناها الى المناهج وتعلمها الطفل احنا يمكن هم بعد كثيرين من اللي يتكلمون او من يعني ينتقدون بعض المناهج التعليميه عندنا يقول لك طريقه توصيلها للطلبه ايه اللي يبيلها شوي طريقه اصلح انك تحبب حتى الطالب بالمنهج وتحبب المدرسه، لان اليوم يمكن في بعض الطلبه حتى يكرهون المدرسه صحيح, صحيح. مودي سجن اذا وديت صحيح المدرسه. صحيح. دكتور وليد اذا تكلم عن مبادئ ستيم لتطوير المدرسين، احنا وايد نركز على المدرسين لان المدرس اعتقد اهم من الطالب، هو اللي يوصل هذه المعلومه للطالب. طبعا احنا اهتمينا بالنسبه للستيم اللي هو البرامج التدريبية اللي من يعني ترتقي بمستوى عضو هيئة التدريس والتدريب ولذلك يعني مثل ما تفضل الدكتور عمل برامج مكثفة أو برامج تدريبية مكثفة لعضو هيئة التدريس يعني تمثل الجانب الواقعي في التعليم م -م. معنى أن يعني نعطي دورة تدريبية لمحاكاة الطفل أو محاكاة التلاميذ بشكل واقعي كذلك طريقة آآ آآ يعني يسمونها teaching سكيلز اوكي يعني اللي هي اللي هي ساعدني الدكتور شلون شلون يعني يبرز المعلومه هذه للطفل مم. احنا ممكن نقولها نقراها له زين لكن لما يقراها يمكن ينساها بعد خمس دقائق صح او حتى يمكن يطلع من المدرسه ما عرف شيء لكن لما يقراها ويعرف الهدف منها وبالتالي يطبقها بايده وبالتالي يكون هني انت كانك اعطيته المعلومه هذه بشكل عملي نعم. الجهد هذا يحتاج الى طبعا مدرب ذو جوده معينه عشان احنا لازم نهتم في في اعضاء التدريس والتدريب في كيفيه نقل المعلومه بطريقه عمليه نعم الجانب الصناعي دش في هذا الملتقى الثالث عدل نعم مع مؤسسه البترول اعتقد نعم شنو اثر او شنو زاد يعني بالنسبه لكم كملتقى شو اللي يعني زاد هذا هذا الدخول للجانب الصناعي في هذا الملتقى أه من ناحيه المشاركه طبعا لما تعرف على عمليه ستيم لا تنسى طبعا احنا محتاجين الى الدعم اللازم للكتس هذيلا او الادوات اللي نحتاجها يعني لما يجي الطفل المدرسه مثلا يبي يركب يبي يركب توي لعبه علميه خلينا نقول فمحتاجه الى دعم عشان توصلنا هذه محتاجه الى قطاع الصناعه انه يدعم ان احنا نستقطب هذه من عده دول مثلا رائده مثلا الولايات المتحده كوريا الجنوبيه احنا الحين قاعدين نجيب منهم ادواتنا ومعداتنا منهم هناك فقطاع الصناعه هذا ممكن يوفرها لنا لو قدرنا احنا يعني شويه نسترسل نخليها يصنعونها لنا في الكويت مثلا يعني نعم. فدوره مهم جدا كدعم وايضا دوره انه يتعرف على ستيم ويقتنع بالفكره عشان يمارس هذا الدعم يعني لسنوات قادمه ان شاء الله. دكتور وليد يعني دام بعد عميد الكليه موجود اليوم الدكتور عبد العزيز في معاناه معينه يعنيها او مشاكل يعني منها اعضاء هيئه التدريس التطبيقي أه ما نبي نقول بكلية كليه التكنولوجيا لكن بشكل عام بالتطبيقي في معاناه يعني اليوم؟ يعني انا ما اقدر اجاوبك بالصريح يعني لان اتكلم يعني ما اقدر اتكلم عن ناس معينه لكن أه بشكل عام يعني, يعني أه كليه دراسات تكنولوجيه رائده في عده مجالات يعني احنا حاليا كبرامج آه تعليمية أو كمناهج إحنا آه عندنا ثلاث أقسام حصلنا فيها على الاعتماد الأكاديمي نعم. وهذا طبعا يعتبر آه بالنسبة لنا آه نجاح ككلية فيعني في ما في معاناة اللي إحنا ممكن نقول عنها آه إن هي ممكن آه تؤثر على عملية آه يعني تعليم في الكليات بشكل عام لأن في آه يعني في جهود كبيرة للارتقاء بمستوى الكليات والدليل على اننا قاعد نحصل على الاعتماد الاكاديمي من منظمه الإبت العالميه اللي هي في امريكا. نعم. فهذا معناته انه يعني لو في معاناه ما هي بالمعاناه اللي ممكن الانسان يعني يفكر فيها أنها هي ممكن تهبط من معنوياته في عمليه يعني ان شاء الله اموركم طيبه مو مثل بعض يعني الاقسام يمكن جامعه الكويت وغيرها يعني تشكون شوي من بعض المواضيع والمشاكل والهموم اللي عندهم لكن دائماً تطرقت للثلاث برامج اللي تم اعتمادهم الاعتماد الاكاديمي هم بعد ودنا دكتور أه عبد العزيز تكلمنا عن البرامج هذه شنو البرامج الثلاث؟ ان شاء الله. أه بس انا خلني اعود الى بعض النقاط اللي اللي يعني تكلمنا فيها وايضا اشار لها الدكتور ابو هاشم اللي هو <applause> احنا الحقيقه يعني اللي نحتاجه من من عضو التدريس أن, ان لا ينقل المعرفه فقط للاطفال. او حتى عندنا في الكليه ما نبي عضو هيئه التدريس يجي ويقول والله مثلا الجدول الدوري في هالشكل ولا ولا الماكينه الفلانيه قطعها واحد اثنين ثلاثه اربعه احنا نبي نعلم الطفل ونعلم ايضا الطالب اه عندنا مهارات اللي هي يعرف ليش وشلون زين كيف تعمل يعمل هذا الجهاز ولماذا اه ولماذا يعمله اه وشنو التطبيقات اللي موجوده عندنا نبي مهارات سكيلز ال مهارات التواصل نعم والاتصال كيف يتفاعل مع الاخرين كيف يعبر عن العلم الموجود عنده <applause> آه للاخرين النقطه الثانيه نبي نعلم تحمل المسؤوليه يعني هو بيطلع السوق اذا انت ما تاهل الطفل في التعليم العام وما تاهل الطالب في انه يكون مسؤول عن عن تصرفاته واعماله في في جهته فانت ما خرجت واحد يعني فعلا راح يكون دوره ايجابي في ما راح تستفيد منه يعني حسن. عندك فريق العمل، عندك مهارات التواصل، عندك تحمل المسؤوليه، عندك التفكير الابداعي، مهو. حل المشاكل، هذه يجب ان تكون يعني هذه من الامور ترى اللي يحاسبون عليها الابت. نعم. أنت شنو اللي تبي؟ تقول لهم والله انا ابي حل المشاكل في الموضوع الفلاني، في طالع هذه موجوده عندك في المنهج، هذه تطبق في المنهج، هل انت منهجك يحققها ولا ما يحققها؟ <applause> من ضمن الكتب اللي تختارها من ضمن البرامج اللي انت يعني يعني حاطها فهذه فهذه مسائل حقيقه اساسيه ومهمه. الدكتور وليد يعني معروف عنا يعني يعني لين العريكه يعني فانت لما طرحت عليه يرضى يرضى بالموجود <applause> لا الحقيقه هو ايجابي يعني يعني وهذا هذا اللي نطلبه يعني احنا ماني يعني ودنا بس ننتقد بس انا اقول يعني للامانه ان طبعا هناك بعض الامور اللي يحتاجها عضو هيئه التدريس يعني في في كليه الدراسات التكنولوجيه وحتى في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي طبعا احنا دائما ننظر الى الـ الـ الافضل في مثل هذه القويه فاعتقد ان هناك يعني بعض الامور اللي تحتاجها الكليه يعني لو تنظر الى يعني كليات اخرى وكذا نجد احنا يعني مثل ما يقول لك متربعين على عرش انتوا في اي بي يعني الحمد لله يعني في الامكانات اللي تنظر لها للشعوب الاخرى يعني يعني ينحتون يعني الصخر مثلا يقول لك لكن هم بعد ترى على فكره الاداره تلعب دور يعني في اي مكان لا شيء انت هم بعد مو مقصر الله يحفظك المسيح. لكن يبقى هذه اراء يعني ممكن لو تجيب عضو هيئه تدريس اخر يطلعك ست سبع ثمان اشياء فهذه يعني مفتوحه يعني هو شهادته فيني مجروحه يعني يعني حتى لو هذا ما ما نغمل منه مدح ليش ما تم اعتماد نظام البكالوريوس عندكم؟ احنا عندنا دي. نظام واحد بكالوريوس حاليا وقاعد نقدم شقالين على الميكانيكال الان يعني شو اسمه التكنولوجيا الهندسه الكيميائيه بكالوريوس هذا خلاص شقالين فيه نعم. طلاب الان في سنه ثانيه يعني ان شاء الله بعد سنتين يكونوا خريجين يعني وعندنا اسمه تكنولوجيا هندسه الميكانيكا، هندسه الميكانيكيه والدكتور وليد يعني من القسم نفسه اللي يعني طارح من ضمن الاقسام اللي طارح البرنامج الهندسه الميكانيكيه، تكنولوجيا الهندسه الميكانيكيه، وفي طور ان شاء الله يعني الان احنا خالص عندنا من الكليه راح يروح الى قطاع التعليم التطبيقي في الهيئه، ثم بعد ذلك الى التنفيذيه وياخذ ان شاء الله مجال واحنا متفائلين خير يعني. في مثل هذا البرنامج واحنا ساعين ان شاء الله واحنا نامل ايضا يعني من معالي وزير التربيه رئيس مجلس الاداره في الهيئه يعني هو متفاعل حقيقه جدا مع مثل هذه الامور ويعني نتمنى ان يكون يعني في في وقتاً يعني ان تكون كثير من البرامج في الكليه عندنا يعني حازت على على ان يعني تحصل على القوه جودكم واضحه يعني جميعا جميعا في هذه الكليه بس ابي تعليق سريع على يعني مطالبه بعض اساتذه الجامعه بعدم برفض اقرار البكالوريوس في التطبيقي والاكتفاء فقط بالجامعه، بس ابي تعليقك على هذه يعني احنا محتاجين نفرق بين التعليم بالنسبه للجامعه عن التعليم بالكليه الدراسات التكنولوجيه او التعليم التطبيقي. يعني التعليم التطبيقي يختلف ترى عن التعليم الاكاديمي مثل ما نقول في جامعه في الجامعات. احنا نتكلم على الابلايد. الابلايد اللي هو التطبيق اللي هو الابلكيشنز التطبيقات العمليه فهي مختلفه يعني يعني قد قد ما تكون لها صله في بعضها يعني ولا حتى شيء يؤثر على شيء هم كخطين متوازيين احنا محتاجين للتعليم الاكاديمي وفي نفس الوقت محتاجين لتطبيق هذا التعليم الاكاديمي احنا محتاجين بعضنا بخط مسار واحد يعني دكتور وليد اذا في كلمه اخيره حابب تقولها بنهايه هذا اللقاء شوف الوقت راح بسرعه قبل شوي قلت لك 45 دقيقه أي. لا لا انت انت مجلسك حلو طول <applause> عمرك دكتور الله دكتور وليد والله انا يعني احب نحن نشرك ستيم طبعا بشكل بشكل اعمق من كذي يعني انا ما اقصد ان احنا نقول ندخل ستيم في مناهجنا التعليميه انما لا. ممكن نعمل انشطه لستيم عن طريق مهرجانات او مسابقات علميه، معارض، يعني احنا ودنا يعني تطبق فكره ستيم ان شاء الله في يعني في التعليم العام وايضا في التعليم الخاص كذلك. كلمه اخيره احب اشكر طبعا اشكرك على الحضور هذا واحب اشكر جميع من دعمنا في في ملتقى ستيم هذا سواء الجهات الداعمه وسواء على موضوع الرعايه بالنسبه لمعالي وزير التربيه والتعليم العالي. بالعكس احنا تشرفنا فيكم دكتور عبد العزيز. الله يسلمك انا أحب يعني أحب بس بس بس. يعني اسمح لي اعلق على الكلام اللي قاله الحقيقه ابو هاشم يعني انا اعتقد في في الكويت نحتاج الى جامعات مو جامعه واحده. نعم. وحتى يكون بينها الحقيقه قضيه التنافس، بعدين عندنا عدد كبير من ابنائنا قاعد يكملون برا يعني. فليش ما تكون هناك جامعات اخرى داخل الكويت حتى لو كانت فيها التخصصات متشابهه يعني هذا ما يمنع. الان احنا في الكويت قاعد نسمح للجامعات الخاصه بان تفتح تخصصات موجوده في جامعه الكويت، فلماذا نمنع هذا هذا الامر عن عن الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، لماذا؟ <applause> ثم ان يعني كليات الهيئه فيها من الامكانات بعضها لا يوجد حتى في جامعه الكويت. <applause> مع احترامنا وتقديرنا ولمكانه جامعه الكويت وعراقتها وان هناك فيها من الامور المتميزه فيها، هذا يعني ما الواحد لكن في نفس الوقت انه يعني الهيئه العامه للتعليم التطبيقي وكليه الدراسات تتميز ايضا يعني في مختبراتها تتميز باعضاء هيئه التدريس الموجودة فيها من خريجين الجامعات الذين يعني ما يقلون عن عن غيرهم يعني من خريجين الجامعات سواء كانوا من من اعضاء هيئه التدريس في في جامعه الكويت او لا، انا اعتقد كان يعني واعتقد ان هناك يعني اصوات في جامعه الكويت تدعو الحقيقه الى ان تكون هناك جامعات اخرى واحنا نعول على هذه الاصوات يعني, يعني أنا أتكر المتزنه يعني يعني ويعني بالاخير احنا نبي مصلحه البلد يعني احنا ن... يعني لو تروح في كل الجنوب الجنوبيه في سؤال سويل... يعني منطقه يعني ليست بالكبير... بالكبير صح عدد السكان كبير بس انا اقصد كمنطقه فيها تقريبا 20 جامعه ما فيها الجامعه الحكوميه وفيها الجامعه الخاصه وفي مستوى من اللي هو الـ 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 الست يعني من ست يعني مثل ما فيها ست جامعات من الست الجامعات الكبرى في انا يمكن الاسبوع اللي فات استضفت مجموعه من شباب منتخب الكويت للدرجات الهوائيه أي. من عوار القلب حتى قلت قلبي والله <applause> قالوا في جامعه في تونس جايين حق تعليم الدرجات الهوائيه قلت بعد درجات الهوائيه احنا الشدادية ونعطينا عموما اشكرك دكتور عبد العزيز <applause> النجار <أكبر لأن> <applause> وايضا دكتور وليد الرفاعي على تواجدكم معنا اليوم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ويعطيكم العافيه وعساكم على القوه مشاهدينا انتهت هذه الفقره لكن عندنا الفقره الثانيه بعد هذا الفاصل رجعنا معاكم مشاهدينا في فقرتنا الثانية من حلقة الليلة. قارئ القرآن هو شيخ يتدرّب من صغره على حفظ القرآن وإلقاءه على مسامع الناس سواء تجويدا أو ترتيلا. يجب أن يتميز قارئ القرآن بجودة الحفظ وحسن الصوت والقدرة على إلقاء القرآن على مسامع الناس لمدة طويلة. اليوم معنا مجموعة من قارئي القرآن اللي يتميزون بهالموضوع الموضوع وقارئينا اليوم. من الكويت وايضا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه نبدا معانا من الكويت القارئ عبد الله الخياط مساك الله بالخير عبد الله وايضا القارئ طلال البريك مساك الله بالخير يا طلال وايضا معانا القراء من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بدايه القارئ محمد سيد محمد كرماني السلام عليكم ورحمه الله محمد وايضا الحافظ حسن سليماني مساك الله بالخير استاذ حسن ومعنا ايضا آه نرحب بالاستاذ عادل دشتي منسق العلاقات الخارجيه لمبره آل دشتي مساك الله بالخير استاذ عادل بالخير وايضا دكتور سمير ارشدي وهو مرافق لضيوفنا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه مساك الله بالخير دكتور يعني ما شاء الله تبارك الرحمن آه الاستوديو ترى عندنا ما في مكان خلاص ضيوفنا مكفين وموفين آه ما في الا لو في احد بعد كان قعدت يمي استانسنا في الليلة الجميلة. خلونا نشوف بداية في تغطية لهذه المسابقة الجميلة لمبرة عودتي ونرجع من بعدها إن شاء الله لحوارنا الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم oh مثل ما شفنا هذه القراءات وهذه الاصوات الجميله ومن حيث انتهى هذا التقرير نبدا ايضا مع سيد محمد كرماني نمسي عليه بالخير مره ثانيه ونبي نسالكم عن بدايه شلون وصلت لهذه القراءه الجميله؟ شلون حفظت وختمت القران؟ وانت تملك هذا الصوت الجميل سيد محمد <applause> <applause> بسم الله الرحمن الرحیم بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم ضمن عرض تشکر از مهمان نوازی شما و لطف شما خب من از حدود سه سالگی به لطف خدا متعال از طریق پدر و برادر بزرگوارم که از قاریان خوب ایران هستند با قرآن و قرآن معروف با تقلید از قرآن شروع به کار کردم و از حدود پنج سالگی من از نوارهای استاد مرحوم عبدالباسط تقلید می کردم خب ممارست در این راه و همچنین بالاخره زیاد خوندن و زیاد گوش دادن باعث میشه که انسان بالاخره بكونه، الحمد لله، إن ممارسة بنده تا الآن هم، الحمد إدامة بدايةً أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام في قناة الكوت الفضائية وأشكركم على حفاوة الاستقبال والترحيب. بدأت تلاوة القرآن الكريم منذ كان عمري ثلاث سنوات. ببركه الرحمن وبمساعده والدي وشقيقي ثم بدات اقلد تسجيلات المرحوم الشيخ عبد الباسط وبقيه القراء المتميزين ومن خلال الممارسه والانصات والاصغاء لتلاوه هؤلاء القراء وصلت الى هذه المرحله المتميزه اليوم نعم ما شاء الله تبارك الرحمن انا لاحظت حتى من خلال القراءه قبل شوي ان في تشابه كبير بالقراءه مع القارئ رحمه الله عليه عبد الباسط عبد الصمد من حس كردم كيك شبهات زيادة يا حتى في طبقات الصوت قراءات شما الطبقه طبقه بندي صدا با مرحوم عبد الباسط خب البته بفعل بشون كي من تغيير اصل لحن دادم و از تقریبا مشي حدود تحصل قبل من أستاذ أنور أستاذ محمد الليثي طبعا أنا حاولت أن أقدم شيء جديد وأن أغير في اللحن ومنذ حوالي عشر سنوات بدأت أقلد قارئ شحاد والأستاذ محمد الليثي نعم بارك الله فيك أنا أريد ننتقل ننتقل إلى الجانب الكويتي مع أه بعد اخواننا أخوانا من الجمهورية الإسلامية وأيضا من الكويت أبدأ معك أستاذ عادل دشتي إذا نتكلم بداية عن الأنشطة اللي قائمة عليها مبرة عادل دشتي اليوم ريت تكلمنا عنها أه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مسي عليك وندر ومسي على المشاهدين قناة الكوت وحقيقة يعني ما يفوتني أني أشكر قناة الكوت حقيقة دائما متابعتنا في مختلف الأنشطة القرآنية اللي نقوم فيها في المبرة أه حقيقة نحن يعني اتخذنا قرار في مجلس الإدارة التنفيذي في المبره ان نركز على الانشطه القرانيه يعني نعم. يعني دائما نضع نصب عيننا الحديث الشريف اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي نعم. فوضعنا خطه سنويه لعدد من الانشطه والبرامج القرانيه من بدايه عندنا اكثر من حلقه من حلقه البراعم اللي هي من عمر خمس سنوات الى عمر سبع سنوات لهم برنامج خاص وتاهيلي عندنا مجموعه من الطلبه ما شاء الله يعني نحاول يكون تاسيسهم تاسيس القراءه الصحيحه، القراءه السليمه القرآن الكريم يبتدون معنا، هناك حلقه اخرى يعني حلقه المتميزين لتاهيل حفاظ لكامل القران، لكل القران الكريم. والحمد لله تخر يعني خرج عندنا احد الحفاظ اللي حفظ كل القران والحافظ القران القران كامل ما شاء الله نعم الحمد لله محسن وحيد حفظ كامل القران وعندنا مجموعه من الطلبه تقريبا 15 طالب الان في طور انهم يكملون حفظ القران إضافة إلى منبر القراء، منبر القراء طبعا هو متبني الأستاذ القارئ عباس البلوشي تجربة يعني صار لها أربع خمس شهور لتأهيل القراء وتدريبهم ويعني حقيقة جهد طيب يشكرون عليه حقيقة الأخوان هو مشروع طيب واحنا متأملين فيه خير صراحة. نعم أسعد القوة أستاذ عادل واكيد هذا في ميزان حسناتكم بعد يعني كتاب الله سبحانه وتعالى ما يحتاج <applause> آه انا ودي اروح معاك عبد الله الخياط يعني آه هذه القراءه الجميله والصوت الجميل ما شاء الله اللي قبل شوي متى بدات قراءه القران وين وصلت حتى يعني هل انت خاتم القران اليوم عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم بدات كان عمري تقريبا 17 سنه في تعلم احكام التجويد نعم كان بدايه تعلم احكام التجويد بعدين حفظ يعني حفظت الحمد لله لحد الان 13 جزء ما شاء الله هو شوي بطيء يعني نعم ودراسة والدراسه الزواج الشغل الحين تاخر الواحد بس ما شاء الله تملك صوت يعني خمس صوت جيدة عبد ما شاء الله عليك زين يعني لا باس فيها نعم يمكن ماخذ ترى على فكره يمكن الدوام والزواج ماخذين وقته كله عبد الله شكله ما <applause> <لك> أه؟ <applause> <مارسي بيها>. يمكن الزواج اكثر شيء ها؟ ما ارسل لي يمكن ما شاء الله عسى مبروك ان شاء الله الله يوفقك يا عبد الله ايضا ودنا نروح لضيفنا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الحافظ حسن سليماني مس عليك بالخير مره ثانيه ويا ريت اذا تكلمنا عن بداياتك في قراءه القران الكريم وهذه الطبقه الجميله من الصوت اللي اللي تحملها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بنده مرز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم این شبکه بنده از سن چهارده سالگی حفظ قرآن کریم رو با لطف خداوند متعال و تشویق های پدر و مادرم شروع کردم و در چهار سال تونستم که کل قرآن کریم رو حفظ بکنم بدأت حفظ القرآن الكريم بتشجيع من طبعا من عائلتي ومن والدي من سن الرابعة عشر وخلال أربع سنوات وفقني الله تعالى بأن أحفظ القرآن الكريم بشكل كامل ما شاء الله بداية يا ريت إذا دكتور سمير نعرف هل هذه المشاركة الأولى له بالكويت ومن من القراء اللي تأثر فيهم إن أولين باري هست كشركة مكوني مسابقات بين الملالية كويت وتحت تأثير قاري شما قرار بله اولین باری هستش که در مسابقات بین المللی کویت شرکت میکنم و بعدها قبلا در مسابقات کشورهای دیگری شرکت کردم و طبیعتا به عنوان حافظ شیخ مشاری رو که از قرآن معروف کویت هستند دوست دارم و تلاوت هاشون رو استماع شیخ مشاری بن راشد الفاس اول مره انا اشارک في المسابقات الدولیه في دولة الكویت و متاثر بقراءة الشيخ العفاسي في دولة الكويت. نعم الشيخ العفاسي. نعم. نعم. ودي أه بعد نروح لطلال البريك يعني قبل لا نروح البريك شوف قبل لا نروح البريك بنروح مع القارئ طلال البريك يا ريت اذا تقول لنا بداية عن متى بدا طلال البريك قراءة القرآن الكريم والتجويد وهذا الصوت الجميل اللي سمعناه اليوم. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم بدايه انا اشكر قناه الكويت والأمانة اشكرك اخوي بندر على هال الدعوه وللامانه انا اول ظهور لي يعني اقدر اتكلم اول ظهور اعلامي اول ظهور نقدر نتكلم فيه نعم فعبر الظهور الاعلامي انا امانه ودي بالبدايه اشكر كل من ساهم وعطى من وقته في تدريسي يعني سواء في البدايات في النهايات انا طبعا لا زال طالب يعني توني وشغلتي الترتيل يعني بدايه قراءتي الترتيل بالاصل يعني لا. يمكن لازم تعرف الترتيل والتجويد يعني والتحقيق القراءات هذه فانا اشكر امانه اساتذتي واللي مهما اسوي مهما اعمل ما اسوي ما اوفي حقهم انا ما بديت تقريبا يمكن من ثمان ثمان سنوات زين بديت حلقه قرانيه ما كنت احمل صوت مثلا او ما كنت احمل التجويد مجرد انها حلقه قرانيه نعم قلت خليني اشوف اجرب نفسي فيها كانت قريبه من البيت ودشيت فعلا دشيت الحلقه و... فمن بديت اشوف الاستاذ اللي معاه يعني الله 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 استاذ مبارك الفضلي الله يذكره بالخير ان شاء الله نعم. ومسي عليه ف يعني بقلبي قاعد اقول هذا معقوله ولا انا خافي يجاملني مني لا والله بديت وقام يهتم ما شاء الله عليه قام ما خلصت يعني اخذ رقم تليفوني وصارت نفس الزماله وعلاقه بيننا وامانه طبعا هو بعد الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الاول يعني زين فتعب معي وبديت بالتجويد صارت يعني صارت مسابقات محليه حصلت على المركز الثاني ما شاء الله اي أه الحمد لله رب العالمين بعدين أه مشيت مع اساتذه هنا عند ترى عندنا ما شاء الله عمالقه بس شوي الاعلام قامتهم نعم. أه اي امثال الاستاذ حميد اشكناني اللي ما قصر معي استاذ عبد الله ابو الاستاذ عب عباس بلوشي امانه استاذ عباس بلوشي ترى من زمان يعني شايف اليوم اللي ما يروح فيه الدوام يدق عليه تليفون تعال اعلمك المقامات وهو طبعا استاذ عباس مخصص في المقامات ما, ما شاء الله, الله. اي فالحمد لله بدأت شوي شوي ولا زلت يعني تو في اول خطوه يعني فعلا مثل ما قلت يعني يعني القرآن الكريم يمكن تشكيلة واحدة على حرف تغير المعنى كله. نعم. فيبي له أكيد التجويد والتحليل، نعم. احنا بعد الفاصل إن شاء الله راح ناخذ قراءات من ضيوفنا اللي موجودين معانا سواء سيد محمد أو أيضا حسن سليماني وأيضا طلال و عبد الله. لكن عندنا فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل معكم رجعنا مشاهدينا في الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة مع قرائنا الأعزاء وأيضا دكتور سمير والأستاذ عادل البلوشي عادل دشتي البلوشي لأن تدرون ترى الأستاذ عباس البلوشي القارئ اللي يتكلمون عنه ترى موجود وراء الكواليس يعني وراء الكاميرا اللي قاعد تحكي الحين قدامكم أنا ترى وراء الكاميرا موجود بس طبعا عليه بالخير ونقول له يعطيك العافية احنا نمدح ترى قدامه وراء مو عشان موجود <applause> لا يستاهل إن شاء الله ناخذ أستاذ سمير إذا ناخذ قراءة من القراءات مع السيد محمد يك تلاوه غير بفرمي بس ايات القران الكريم انا بس بكون يعتذر لانه شويه الصوت مبحوح اليوم اه ما ما يقدر لا يقدر بس مو مشكله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ <applause> شاء <الله أتبارك> <تصفيق> <رحمة> <تصفيق> <حسن>. <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن احسنت يعطيك العافيه حسن. على الصوت الجميل ذكرني بالمشايخ المصريين القدماء مثل ما قلنا يعني عبد الباسط اعتقد مصطفى اسماعيل مصطفى اسماعيل الفيشاوي او كذا يعني اسماء منشاوي نسمعهم دائما في اذاعه يعني ما شاء الله مره بيوت قاريان أبو مصر شيخ عبد الباسط ومنشاوي ومصطفى اسماعيل مره بيعودوننا من دزه دخلنا في هذا الجو الايماني الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. أه عبد الله الخياط ام بعد يا ريت اذا نسمع منك قراءه تختارها لنا من هالصوت الحلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم ما شاء الله أحسنت يعطيك العافية عبد الله على هذا الصوت أيضا بالدقائق إحنا نأخذ يعني بدنا نسمع حتى صوت يعني القارئ حسن سليماني نأخذ منه قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي العظيم أحسنت قرن حسن سليماني فعلا متأثر بالعفاسي ترى على يعني يقول له متأثر بالعفاسي ما شاء الله عليه تأثيره شيخ طلال البريك أيضا نبي يعني مسك الختام معك نبي قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني إذ فهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلام فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم أحسن طلال جزاك الله خير ويعطيك العافيه على هذه القراءه الجميله وهذا الصوت المميز، انا ودي دكتور سمير السؤال هالمره لك شون المسابقات القرآنيه هل في مسابقات كبيره معروفه قرآنيه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اذا تكلمنا عن الانشطه القرآنيه اللي موجوده هناك الحقيقه فيه اهتمام متزايد ومضاعف بشكل مكثف في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لا سيما باشراف وتوجيه مباشر من قبل سماحه الامام الخامنئي هناك عده كليات تقوم بتدريس العلوم القرانيه في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة لا. وهناك شبكه تلفزيونيه مخصصه ل تغطية كل النشاطات القرآنية ولقاء مع القراء ومع الحفاظ تبث يوميا شبكة قرآنية فضائية لا. في إيران وهناك أيضا وكالة أنباء خاصة باسم إيكنا آي كيو أن أي تقوم بتغطية كل النشاطات القرآنية لا في إيران فحسب بل في مختلف دول العالم هناك الآن تغطيه لهم لمسابقه الكويت الدوليه الان للقران الكريم يتم تغطيتها يعني وكاله أنباء مختصه فقط في مختصه في فقط في النشاطات القرآنية, القرانيه نعم إن شاء الله نعم آه وايضا مثل ما ذكرت هناك شبكه تلفزيونيه خاصه بالقران الكريم وهناك ايضا نشاطات آه هذه المؤسسات والجمعيات العامه التي تعمل بشكل مستقل ودون اي ارتباط بالحكومه نعم. تمول نفسها مستقله ذاتيا ماليا تقوم بتدريب وتاهيل القراء من الصغر من الطفوله وحتى المراحل الفئات العمريه المتقدمه نعم. هناك ايضا سنويا تقام هذه المسابقات الدوليه الان المسابقة الثلاثين للقرآن الكريم المسابقة الأخيرة شاركت فيها خمسة وستين دولة من كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية وأيضا هناك محكمين دوليين يقومون بتحكيم هذه المسابقات وبحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد أيضا هناك مؤتمرات وندوات حول نهج البلاغه ايضا ودراسه مفاهيم وكلمات الامام علي عليه السلام انشطه قد لا يسع البرنامج ل يعني ما شاء الله الكثير من الانشطه والاهتمام في نعم. يعني هناك على التليفون ممكن رقم مخصص للهاتف يقوم بتقديم دروس بالقران الكريم على التليفون الله. حتى يسهل الامر الخدمه يعني حق المتصلين خدمة لانه في ظل هذه الظروف الحياتيه الصعبه ممكن نعم. الواحد لا يكون متفرغ للذهاب الى الفصول والدروس نعم. والمعاهد عن طريق الهاتف يمكن ان يستعين و... هذا نوع من التخفيف بعد على نعم. على من يرغب يعني في سماع القران صد عدل دشتي يعني ب 15 ثانيه عشان يعني. ما عندي وقت انشطتكم الجايه حقيقة يعني هناك خطة واضعينها لتأهيل الطلبة في المرحلة الابتدائية وما قبل المرحلة الابتدائية. نعم. إضافة إلى تأهيل القراء. نعم. يعني هناك مشروع لتطوير القراء مثل ما لاحظت بندر هناك باقات شبابية قرآنية كثيرة ولكن تحتاج مزيد تحتاج من للت. الدعم تحتاج نعم. إلى رعاية من مختلف الجهات يعني إحنا جهة واحدة ونتمل صحيح. هناك جهات كثيرة غيرنا. ان يقومون في هذا الحمل انا من خلالكم احنا نحب ندعوهم ان يدعمون هالشباب صراحه عشان ملتزمين نشره الاخبار انا جدا على تواجدكم اليوم آه سيد محمد كرماني ودكتور سمير ارشدي وحسن سليماني وايضا طلال البريك عبد الله الخياط واستاذ عادل دشتي كل شكر لكم على تواجدكم اليوم حياكم الله في بلدكم الثاني الكويت واشكرك يعني تعبناك شوي معنا دكتور آه. سمير ما عليه آه مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه نلتقي معكم ان شاء الله باكر في نفس الموعد في سلام الكويت مع السلامه We'll be right back.